حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية مفيش حضني سعنا يا عوض
صباح الخير يا ماما. اقسم بالله مش تراجيمة، اقسم بالله مش تراجيمة. في ايه؟ وحش كفو شفته في حياتي. مع انك يعني ما كنتيش بتصرخي. كنت مخنوقة مخنوقة. معلش حبيبتي. طب خدي اشربي الشاي بلبن هيهديكي. اللبن ده قاطع ولا ايه؟ لا قاطع ايه، ما هو كويس اهو يا ماما. خلاص بلاش. طب تاكلي حاجة طيب علشان تاخدي الحقنة؟ انت كلمتي المستشفى؟ اه كلمت المستشفى وطمنت على علي، قال لي انه عمل العملية الحمد لله وخرج بالسلامة. الحمد لله. علي قوم بقى، توحشتنا كلنا يا عم. انا نزلت لك لعبة جديدة على الموبايل، تضرب الصابوي بالجزمة. أو الصابوي زي ما انت بتقول. وممكن نلعب فيها مع بعض ضد بعض. ومعشان أكسبك انت لو فاكر انك هتغلبني انسى. خلاص يا عم خليك تكسبني مره من نفسك. علي 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 دكتور علي دكتور اهلا نادر بيه. صباح الخير يا دكتور. اتفضل استريح. شكرا. ايه في ايه؟ في خبر اعتقد انه يهمك. خير؟ لقينا جزء من ضفر انثى مغروس في ايد القتيل في نهايه البنسر في اتجاه كف الايد. طب معلش يا دكتور، هو ايه اللي يخليك تقول ان الضفر ده ضفر انثى؟ على فكره في رجاله بيطولوا ضفر. في، بس مفيش رجاله بتبرد ضوافرها. اه نتيجه التحاليل هتاكد لك كلامي، بس انا حبيت اقول لك المعلومه بدري يمكن تفيدك في التحقيق. يعني قصدك ان القاتل واحده ست؟ لا، القاتل ده ما اقدرش احدده، لكن اللي اقدر اكده لك ان حصل شجار ما بين القتيل وما بين واحده ست، غالبا كانت بتشد منه حاجه هو متمسك بيها جدا. ازاي حضرتك؟ اهلا. كنت عايز ادردش شويه مع الناس. اتفضل. شكرا. سأرجوك، احنا ما صدقنا تخرج من المستشفى، اي كلام عن الليله اياها يرجعها تاني. ارجوك بالراحه عليها شويه. ما تقلقيش. شكرا. الله يمشي الدكتوره. طمنتك وقالت لك اني بنت بنوت، في ايه تاني بقى؟ شش خرسي، الناس تسمعك. كفاياكي فضايح، ربنا ياخدك. تعالي هنا، تعالي هنا فهميني ايه اللي كان بينك وبين فارس ده عشان يخليكي تنصبي على امه. كنت بحبه. نعم يا اختي، انت
بتحبيه؟ حبة قرص وعشر خرص. ما بانش عليكي يعني انك زعلتي على موته. عشان يستاهل. فضل يقول لي بحبك يا رضوى، نفسي افسحك في العيد يا رضوى، نفسي اجيب لك واسوي لك، بس امي طرداني وما معيش فلوس. خلاني اسحب منها 3000 جنيه وفي الاخر راح يفسح بيهم مراته في السخنه. حد عارف بالكلام ده يا بت؟ ولا كلمتيه في التليفون؟ لا كلمته. يا بصبتي من المحمول بتاعك؟ هو كان محرج عليا اني ما كلموش من نمتي عشان مراته ما تشوفهاش، بس انا بقى كنت بسهيكي وبكلمه من عندي. الوطي اخر مره فضل يمرمط بيا بلاط الارض وقال لي ما عدتش تتصلي بيا هنا تاني. يا لهوي يا لهوي. طب امشي قدامي. طب رضوى حبيبتي ضنايا انا امك يا اختي، ما تخبيش عليا. انت ليلتها ما رحتيش وراها؟ ورا مين؟ ما انا ليلتها كنت بايته عند المدام وابوكي كان في الحجز. يلا امشي، بس حسك عينك اسمعك تجيبي سيرتي الموضوع ده الجنس مخلوق، انت فاهمه ولا لا؟ ان شاء الله. يلا امشي. بس انت متاكده ان فارس ما اتخانقش معاكي قبل ما تسافروا؟ اكيد لو كنا اتخانقنا كنت هفتكر. مش معنى دي يعني متاكده منها. طب ما انت ناسي حاجات كتير. احنا كنا مسافرين عشان نتفسح، ايه اللي هيخلينا نتخانق؟ منطقي. طيب تفتكري مين زار كل ليلتها؟ محدش. مفيش حد. يعني مفيش ست جت واتخانقت مع فارس؟ لا مفيش. عموما تحليل الدي ان ايه هيبين مين الست اللي احنا لقينا الاثر بتاعها. بس انا حبيت اعرف منك بدري بدري يعني عشان نلحق القاتل قبل ما يهرب او يقتل حد تاني. بس قولي لي، هو فارس اتعور قبل ما تسافروا ولا بعد ما سافرتوا؟ اتعور ازاي يعني؟ مش فاهمه. اتعور يعني انجرح. احنا لقينا جرح في ايده، وواضح ان الجرح ده بسلاح صغير، وواضح كمان ان مش هو اللي كان ماسك السلاح. افتكرت. قبل ما نسافر كنت بحاول افتح علبة تونه، ما عرفتش. مد ايده عشان يساعدني، هو بيحاول يفتحها، الفتحة جت في ايده طاهر. وفين الفتحة دي؟ مش فاكره. مش فاكره. طيب حاولي بقى تفتكري مين زار كل ليلتها. وفي امين شرطه هياخدك دلوقتي عشان تروح المعمل الجنائي عشان ياخدوا منك عينه. بعد اذنك. السلام عليكم يا ابراهيم. عليكم السلام ابن حلال. كانت لسه الوليه بتقول لي عايزه تروح تزور علي، قلت لها استنى عبد الله لما يجي ياخدك وياه بالمره. علي قالت ايش انت عم ابراهيم؟ لا اله الا الله. انا بس كنت جاي لك عايزك تبعت لي اي حد من عندك شوف لي فرشه الامانه نظامها ايه. والله انا ما اخلص اجراءات المستشفى وتصليح الدفن. شد حيلك يا ابني. بقى كده يا عبد الله استأمنك على سر،
تبلغ عن المصنع وتبلغ عن أمي؟ هي السبب، هي السبب في كل حاجة من ساعة موضوع مؤمن لحد موضوع علي. انت عرفت ازاي موضوع مؤمن؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم اني عارف، وعارف كمان ان علي مات. علي مات؟ علي مات يا عبد الله؟ علي مات؟ علي مات؟ حول ولا قوة الا بالله. يلا يا فارس. تعالي المحبشة. فارس جه، فارس جه، فارس جه، فارس جه. الحمد لله على السلامة. بعديها يا ماما وعني بقى مش فايقة لها. هي عملت لك ايه يا واد؟ معلش يا مشمش، معلش. فارس جاي تعبان من المدرسة. ماله يا بت؟ متخانق مع مؤمن ولا ايه؟ لا بس. بس ايه قلقتيني؟ اصل يا ماما بابا مؤمن جه النهارده المدرسه واتخانق مع استاذ جلال، كانت خناقه جامده قوي. مش استاذ جلال ده اللي بيديكوا العربي؟ طب ده حتى بيحب مؤمن قوي. ما هو عشان بيحبه قوي يا ماما. فهمت انا ايه يا اختي؟ يعني ايه بيحبه قوي دي؟ يعني ايه بيحبه قوي يا ماما؟ يعني بيحبه قوي، يعني افهميها انت بقى بيحبه ازاي. يا نهار اسود ومنيل. خشي ذاكري. كنت عايز عودو يتشد، اهو عودو اتكسر.
عوده انكسر. ابني مات. عارف يعني ايه مات؟ ما تعمليش في نفسك مات وارتاح منك ومن قرفك ومن قساوة قلبك. ربنا اتعب انت، اتعب انت يا ابي يعمل فتنه كده. ها وقف وقف وسط الرجاله تاخد عذاب. بتاخد عذابني ليه؟ ها بتاخد عذابني ليه؟ ده ابني لوحدي، كسر قلبي لوحدي، وجع قلبي لوحدي، طفى لي نور عيني. انت اللي قتلته. ما حدش يعز الراجل ده. تعال. ما حدش يعز الراجل ده. الراجل ده هو اللي قتل ابني. يقتل القتل ويمشي في جنازته. يا سعدية الله يقتل القتل ويمشي في جنازته. ربنا يا حبيبي. يا ظالم يا مفتري. يا ظالم. يا ظالم. عليك ربنا يا ظالم يا مفتري. موت ابني. كسرت لي ظهري. منك الله. منك الله. البقاء لله. لا تأكلوا الربا. انت ايه؟ تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. امشي اطلعي بره. 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 منك لله يا ظالم يا مفتري. منك لله زي ما وجعت قلبي على ابني. لا حول ولا قوه. انت السبب يا ظالم. تعالي يا سعدية. انت السبب. تعالي يا سعدية. انت السبب. تعالي يا سعدية. ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي. يا علي. تعالى يا علي. صحابك مستنيينك تلعب معاهم يا دادا. تعالي يا سعدية. يلا يا علي عشان تروح المدرسة يا اختي. ليه يا رب كده تعمل فيا كده ليه؟ ده انا غلبانه ماليش الا هو يا رب. اسمعي يا بنت انتي، المره اللي فاتت ما كانش عندي دليل، بس المره دي بقى قسما بالله لو ما قلتي لي ايه اللي حصل وبالتفصيل لاكون ملبسك الليله كلها، والمره دي بقى الاعدام هيبقى قليل عليكي. ما انا قلت لحضرتك والله العظيم ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه. امال ضفرك اللي احنا لقيناه مكسور هناك ده كان ايه؟ راح لوحده؟ بس انا ضفري ما اتكسرش هناك. امال ايه اللي حصل؟ بعد حصل ليه وتهديد حصل ليه، كانش في قدامي غير فارس، هو الوحيد اللي كان يقدر يدبر مبلغ كبير زي ده. حاولت اتصل بيه كتير قوي بس هو ما كانش بيرد، وساعات كان بيكنسل عليا. لقيتش قدامي غير اني ابعت له رساله. الرساله دي انا بعتها له يوم الحادثه الصبح، بس واضح ان مراته شافتها قبله. انت غبيه يا دينا، في حد يبعت مسج زي دي؟ امال عايز ما تردش عليا واقعد ساكته، ولا عايز تخلع انت والبيت تاني وانا اللي اشيل الليله لوحدي؟ يا بنتي انت غبيه، بقول لك معيش فلوس. فكك مني بقى. بعدها اتجننت وبقيت الف حوالين نفسي، ما كنتش عارفه اعمل ايه. لو كان عندي حاجة حضرتك أنا كنت بعتها، بس كل حاجة باسمي جاسم. كلمت بعدها أمجد، عرفت منه إن فارس سافر السخنة، برج من نافوخي طار، يعني واخد مراته وراح يتفسح ومعاه فلوس وسايبني أنا أروح في 60 دقايق لوحدي. ساعتها قررت إني أسافر وراه، فعلا سافرت على السخنة. ساعتها قلت لو مش هيديني الفلوس يبقى على الأقل بقى فضحته قدام مراته وطربقت الدنيا على دماغه زي ملخبط لحياتي. فارس، دينا، ايه قطعت عليك شهر العسل؟ طبعا دارت بينكم خناقه انتهت بانك قتلتيه مش كده؟ لا
اتخانقنا بس والله العظيم عملت له حاجه. تعالي يا سارة بقولك اخرجي كذاب روحي 60 داهية كذاب ما تسيبنيش لوحدي يا فارس افتح يا فارس مش هروح لوحدي 60 داهية افتح بقولك يا فارس أنا سايبك كويس كنت بس عايزة أنكد عليه حتى أسأله مراته إيه ده؟ هي ريمان شافتك؟ أيوه حتى أسألوه سعد تمام سعادتك خدها اتفضلي قدامي اتفضلي اطلعي أنا مبقتش فاهم حاجة يا باشا. رماس بتداري على دينا؟ طب لو هما الاتنين متفقين ليه دينا تستشهد برماس؟ وبعدين أصلاً ليه رماس تداري على دينا وهي عارفة إنها كانت مصاحبة جوزها؟ مش عارف يا محمد. بس ممكن تكون رماس مثلاً النسخة المصغرة من مشيرة وخايفة من الفضايح يعني. جايز؟ بس هو اللي مش جاهز بقى ان تكون ليه بس ما شافتش حاجه الست دي من يوم الحادثه يا اما تعبانه يا اما مجنونه لا 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 دي شافت حاجه اكيد شافت حاجه خلاص يا باشا يبقى نقبض عليها ونوجهها بدينا لا احنا هنستنى نتيجه الدي ان ايه مش عايز اقبض عليها واضطر ان انا افرج عنها عشان ما عنديش دليل Thank you.
والله اللي بيحصل ده ما يصحش خالص. ما هو علشان كده انا قلت مفيش غيرك انت اللي هتقدر تساعدني وناخد له حقه من الراجل ده. وانا في ايدي ايه؟ تصوري تصوري يا مدام مشيرة، المدرس الكلب اللي عمل في ابني كده لسه بيشتغل في المدرسة عادي ولا كأنه عمل أي حاجة، وغير إنه مستقصد الواد، زمايله الآخرين مش عاتقين الواد معايرة ونقورة. لما الواد خلاص اتعقد وبطل يعتب المدرسة واديكي شايفة الامتحانات على الأبواب. طب وبعدين؟ الراجل ده لازم يغور من المدرسة، لازم يبعد تماما عن العيال. أنا قلت لهم كده في الاسم، قالوا لي مفيش دليل على المدرس والمدرسة كمان ما تقدرش ترفضه إلا بأمر بالمحكمة. دي مصيبة دي. عشان كده مفيش غير حل واحد وبإيدك أنت. إيه هو؟ لو ابنك قال في الاسم اللي شافه. ابني ما شافش حاجة. طب إزاي؟ اسأليه. معلش يعني أنا ابني ملوش دخل خالص بالموضوع ده، وبعدين أنت غلطان إن أنت شوشرت على ابنك. المسائل اللي زي دي لازم يتكتم عليها عشان ريحتها ما تفحش. يعني ده ذنبي إن أنا خفت على باقي العيال؟ قدري إن ابنك كان حصل له لو كيف. سمحت أنا ابني متربي ما يعملش الحاجات دي أبدا. يعني ده آخر قولك؟ هي كلمة واحدة، الواد اللي اسمه مؤمن ده ما تتكلمش معاه تاني خالص، وإذا كان على المدرسة هنقلك منها بعد الامتحانات، وكلها شوية وحنروح الفيلا ونسيب المنطقة باللي فيها. يعني إيه يا ماما؟ يعني أنا مش هشوف مؤمن تاني؟ أنت هتستهبل؟ بقولك لسانك ما يجيش على لسانه. احلف على المصحف ده. ماما مؤمن وهو مالكيش دعوة، أنت اطلعي بره. لو ما حلفتش على المصحف ده لا انت ابني ولا اعرفك، وانت عارف غضب الام. احلف. والله والله العظيم ما هكلم مؤمن تاني. عارف اللي بيحلف على المصحف كذب ربنا بيعمل فيه ايه؟ عرفت من الحكايه مؤمن. تكون بزيادة قد نغلط
تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة. مفيش حضن يسعنا يا عوض حضن